إذن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن سنشرع الآن في معالجة المحاضرة السابعة ضمن مقياس القانون البنكي، إذن ضمن العمليات المصرفية. إذن الفصل المتعلق بالعمليات المصرفية. إذن مباشرة أعزائي الطلبة، إذن نشرع في أهم عملية وهي عملية الوديعة البنكية النقدية. هل الوديعة البنكية النقدية هل تم تعريفها من قبل المشرع الجزائري؟ إذن لم يرد المشرع الجزائري تنظيما خاصا بهذا العمل، حيث اكتفى بما هو مقرر في القواعد العامة المقررة في القانون المدني المتعلقة بالوديعة المدنية. ولكن إذا رجعنا إلى نصوص التشريعات المقارنة نجد أن المشرع المصري عرف وديعة النقود بأنه عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد. إذن عقد الوديعة هو عقد إذن يودع المودع أموالا نقدية إلى المودع لديه وهو البنك، مع ماذا؟ مع حق البنك في ماذا؟ في ملكيتها والتصرف فيها، ولكن مع التزامه برد مثلها إلى المودع وفق ماذا؟ وفق شروط العقد. إذا اتفقوا مثلا لسنتين على طبيعة نوعية الوديعة، الوديعة لأجل، الوديعة بشرط الإخطار أو الإشعار، الوديعة الإدخارية لمدة سنوات، إذا على حسب طبيعة العقد في هذا الشأن. أما بخصوص المشرع الجزائري اعتمد في تعريفه إلى الوديعة المدنية. الوديعة المدنية شو تقول لك؟ عقد يسلم مقتضاه المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه لمدة وعلى أن يرده ماذا؟ عينا. إذن في هذا الشأن إذن عينا يقدم شيء منقول وأن يرد عين الشيء. أما زاد المشرع الجزائري التي تحمي المودع لديه في هذا الشأن اللي هي المادة 67، تقول لك تعتبر أموال متلقاة من الجمهور التي يتم تلقيها، الأموال التي يتم تلقيها من الغير لا سيما في شكل ودائع مع حق استعمالها، بمعنى يحق له استعمالها لحساب من تلقاها بشرط إعادتها. إذن أعطى المشرع حق الاستعمال، لأنه لو لم يضع هذه المادة لاعتبر البنك مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة. إذن المشرع الجزائري أعطى له الحق بحق استعمالها، بمعنى أن النقود يمكن استثمارها في مشاريع معينة. إذن باختصار، ما هي أهم تمييزات بين الوديعة النقدية المصرفية والوديعة المدنية؟ أحكام الوديعة النقدية المصرفية نستلهم أحكامها من قانون النقد والقرض المادة 67 وكذلك القانون المدني. أما الوديعة المدنية فنستلهم أحكامها من القانون المدني المواد 590 إلى 601 من القانون المدني. إذن في هذا الشأن النقطة التي بعدها، على خلاف الوديعة المدنية فإن عملية تلقي الأموال من الجمهور في الوديعة البنكية النقدية تعد حكرا على البنوك. إذن البنوك هم الوحيدين الذين يتلقون الأموال النقدية، واضح في الوديعة النقدية المصرفية. النقطة الثالثة، إن محل الوديعة المصرفية النقدية يكون دائما مبلغ من النقود، أما محل الوديعة المدنية يمكن أن يكون نقودا كما أي يكون أي شيء آخر ما منقول. إن المودع لديه في الوديعة، النقطة الرابعة، إن المودع لديه في الوديعة المدنية يلتزم بحفظ الشيء المودع ورده عينا إلى المودع، وإلا عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، بمعنى أنه إذا تم تسليم لك سيارة من نوع معين فلا يحق كوديعة، فلا يحق لك استعمالها، وإلا اعتبرت مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة. تسليم لك حقيبة معينة، تسليم لك محرك سيارة وغيرت قطع غيار منه فتعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة. أما في الوديعة النقدية المصرفية فيجوز للمودع لديه التصرف فيها، لأنه لا يشترط أن نرد لنفس النقود التي تم إيداعها. النقطة الخامسة، يلتزم المودع لديه في الوديعة النقدية المصرفية برد القيمة العددية وليس برد نفس النقود. إذن القيمة العددية هي التي يلتزم بردها البنك. أما الوديعة المدنية فيلتزم المودع لديه بالحفاظ على شيء، يلتزم بالحفاظ وأن يرد محافظة على الشيء المودع وكذلك أن يرد عينا.
النقطة التي بعدها، لا يجوز التمسك بالمقاصة إذا كانت الوديعة مدنية طبقا للمادة 299، على عكس الوديعة المصرفية النقدية حيث يمكن إجراء المقاصة بين ما يودعه المودع وبين ما يترتب في ذمته من ديون المصرف. الأصل في الوديعة المدنية تكون بغير أجر إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، أما في الوديعة النقدية المصرفية فيلتزم البنك بدفع فوائد إلى المودع، فائدة ثابتة في هذا الشأن. نظام النقطة اللي بعدها، نظام ضمان الودائع المصرفية. هذا النظام الودائع المصرفية جاء المحافظة على حقوق المودعين التي في حماية ودائعهم من المخاطر التي تجعل ودائعهم رهينة الأزمات التي تنال البنوك التجارية، فأنشأ المشرع الجزائري هذا النظام من أجل الحفاظ على المودعين من خلال إنشاء ماذا؟ مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، التي ألزم المشرع الجزائري أن تؤسس في شكل شركة مساهمة، إلا أنها تختلف عن شركة المساهمة في بعض النقاط، حيث أن هذه المؤسسة لماذا أنشئت؟ لأنه قد تسقط البنوك في إفلاس والمودعين يخافون من ضياع أموالهم أو نقودهم، فأنشأ هذه المؤسسة لتعوضهم عن هذه الأموال التي ضاعت. التمييز بينها وبين شركة المساهمة، غاية إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية دائما هو تحقيق المصلحة العامة، في حين أن شركة المساهمة تهدف إلى تحقيق الربح. البنوك هي تكتتب إجباريا في هذه الشركة، بمعنى المساهمين في هذه الشركة هم البنوك، ويجب أن تقدم نسبة مئوية تحددها مجلس النقد والقرض سنويا، في حين أنه في شركة المساهمة فالمساهم له الحرية في الانضمام إلى شركة المساهمة أم لا. البنوك هم المساهمين في شركة ضمان الودائع المصرفية، في حين أنه في شركة المساهمة الأشخاص الطبيعية والمعنوية هم المساهمين في شركة المساهمة. بنك الجزائر هو المؤسس لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية، أما شركة المساهمة فيتم تأسيسها من قبل المساهمين بمحض إرادتهم دون اللجوء إلى هيئة تؤسسها. النقطة اللي بعدها، حصة المساهمين في مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هي متساوية ما بين البنوك، في حين أنه في القانون التجاري أو في شركة المساهمة المساهمين إذن متفاوتة، الحصص أسهمهم متفاوتة ويتحملون الخسائر بقدر حصصهم. مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية يتكون من 7 أعضاء على الأقل و12 عضو على الأكثر، في حين أنه في شركة المساهمة أعضاء مجلس إدارة هم 3 أعضاء في الحد الأدنى في مجلس إدارة شركة المساهمة، بمعنى يختال إذن يتوافقوا مع المؤسسة من حيث الحد الأقصى، أما الحد الأدنى فهو 3 أعضاء في مجلس إدارة. من بين أعضاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية تم عضوين من طرف بنك الجزائر وعضو من طرف الخزينة العمومية، وهذا ما لا نجده في شركة المساهمة. إذن هذا باختصار حول درس متعلق بماذا؟ بالمتعلق بمؤسسة أو الوديعة النقدية المصرفية وضمان آلية ضمانها في هذا الشأن. إذن هذا باختصار أهم، إذن شفنا تمييزات في الأول، ثم تمييزات في بين الوديعة المدنية والوديعة المصرفية النقدية المصرفية، هنا شفنا تمييز ما بين مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وشركة المساهمة في هذا الشأن. إذن نلتقي في الحصة المقبلة إن شاء الله.